سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح اجتماع تابع فيه منظومة الصادرات الزراعية المصرية. وجه سيادة الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات. وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، ولتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. كما استعرض السيد وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 250 ألف فدان، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين. قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت الندوة التثقيفية 19 لطلبة جامعة بني سويف بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتوعية بتحديات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري. كمان في مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح واللي منها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الموسع اللي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وكمان متابعته للموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ. ومعانا كمان نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت حول إلغاء مسابقة 30,000 معلم. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح منها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في المؤتمر الموسع اللي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وده بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكي لمصر واللي بيضم 40 شركة أمريكية. وقال رئيس الوزراء إن الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وأكد الدكتور مدبولي على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات التطوير، وده في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واللي هتنعقد في نوفمبر اللي جاي في شرم الشيخ. امبارح كمان عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع استعرض فيه عدد من المقترحات الخاصة بتحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وأكد الدكتور مدبولي أهمية تعزيز جهود جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات.
عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة وموقف التصالح في مخالفات البناء، اللي وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح ل 2.8 مليون طلب، منهم 1.6 مليون طلب في الريف. كمان امبارح الحكومة نفت الأخبار اللي ترددت بأنه تم إلغاء مسابقة 30,000 معلم بدعوى أنه مفيش مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022-2023. الحكومة قالت أن دي كلها شائعات ومفيش أي قرارات صدرت بهذا الشأن، وأن مسابقة 30,000 معلم قائمة بدون إلغاء، وهيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة. بالنسبة لجولة المحافظات، معنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت في المحافظات، منها تدشين المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي في الدقهلية لربطها مع المحافظات الأخرى، وإطلاق قافلة طبية في دمياط الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتسليم عقود 50 منزل لمتضرري السيول في أسوان، وأخبار تانية مهمة من أسيوط وشمال سيناء. أخبار كتيرة حصلت في المحافظات، البداية من الدقهلية اللي تم فيها تدشين المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي للربط مع المحافظات الأخرى وتوفير وسائل نقل حضرية للمواطنين. المرحلة الأولى بتضم خطين، خط المنصورة الزقازيق القاهرة وخط المنصورة إسكندرية مطروح. في دمياط تم إطلاق قافلة طبية في دمياط الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة، تضمنت عيادات متنقلة لجميع التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على 2246 مواطن وصرف جميع الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان. في أسوان تم تسليم عقود 50 منزل بمنطقة خور عواضة، واللي قامت وزارة البترول ببنائها لصالح متضرري السيول، وكمان تم تجهيزها بالمفروشات والتجهيزات المختلفة، ده غير توفير مشروع تربية ماعز لضمان دخل مستدام للأسر. في أسيوط تم استئناف القوافل البيطرية المجانية بقرى ومراكز المحافظة بعد توقفها خلال شهر إبريل، واللي تم فيه تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع. في شمال سيناء انطلقت حملات رقابية للتأكد من توفر الحصص التموينية المقررة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وقامت الحملات بالمرور على المحال التجارية وتجار التموين مع التأكد من توفر الحصص التموينية والصرف للمواطنين وتحرير محاضر تموينية للمخالفين.